أيهما من السنة أن تؤدى صلاة النفل سرا أم جهرا؟ وهل يجوز للمرأة أن تقرأ في الصلاة جهرا؟ يجوز للمرأة أن تقرأ في الصلاة جهرا في الصلاة الجهرية صلاة الليل فريضة أو نافلة إذا لم يسمعها رجل من غير محارمها. أما إذا سمعها الرجال الذين ليسوا من محارمها فإنها لا تجهر درعا للفتنة. نعم. السؤال تسأل أو يسأل عن صلاة النفل جهرا هل يجوز وعن جهر المرأة أيضا في الصلاة؟ نعم أجبنا عن جهر المرأة في الصلاة. طيب أما الجهر في النفل عموما صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة. طيب. أما صلاة النهار فإنها يسر فيها القراءة بالفريضة والنافلة إلا ما جاء الدليل بالجهر فيه مثل صلاة العيد صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء هذه يجهر فيها بالقراءة النهار صلاة الجمعة أيضا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.